السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا بأصحاب المعالي والسعادة والحضور الكريم. البارحة احتفلنا طبعا بميزانية هي الأضخم على مدار عامين متتاليين. اليوم مساء جميل بجو رائع وحضور رائع أيضا، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا مع الأستاذ غسان الشبر رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، سعادة المهندس صالح إرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للقطاع الاستراتيجية والتخطيط، سعادة المهندس عمر الماضي كبير المديرين التنفيذيين وعضو مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل للاستثمار. لعلنا نبدأ مع معالي الأستاذ غسان. أستاذ غسان، وأنت طبعا رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية، يعني كيف تساهم هيئة اليوم المحتوى والمشتريات الحكومية في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي، بما أننا في ندوة حول استدامة الاقتصاد والفرص الواعدة؟ أمسي على الجميع بالخير وشكرا لك على هذا السؤال المهم. في الواقع يعني هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بدأت نشاطاتها في بداية سنة 2019، صدر الأمر الملكي الكريم زي ما تعرفوا بإنشاء الهيئة في نهاية سنة 2018، وبالتالي كانت تمر بمرحلة تأسيسية وضعت على المسار السريع. في الواقع وضعت على المسار السريع لأهميتها للاقتصاد الوطني، يعني الجميع يعلم أنه جميع برامج رؤية 2030 تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من ناحية تنويع الموارد وتنويع الإمكانيات في الاقتصاد الوطني، وتركز بشكل أساسي على المقدرات الوطنية اللي تعزز الاقتصاد الوطني في الجانب الغير نفطي، وبالتالي الهيئة متوقع منها دور كبير في هذا الجانب، لأنها بتكون أحد العوامل الممكنة لأنها تكون عامل جذب للاستثمار في القاعدة الاقتصادية بصفة عامة سواء كانت صناعية أو غيرها. طبعا الهيئة منذ بدايتها بدأت بأن أوجدت ترتيباتها التنظيمية، ومن ثم شكلت لها مجلس الإدارة، ولكن لعل الحدث الأهم في هذا كله هو طبعا الجميع يعرف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، اللي هو نقطة تحول جوهرية في الواقع في طريقة التعامل مع الاقتصاد الوطني بصفة عامة ومع مشتريات الدولة. هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أحد عوامل التمكين الأساسية لها لتأدية دورها هي عملية ربطها مع المشتريات الحكومية، وبالتالي تستطيع الهيئة أن تضع الضوابط للمشتريات الحكومية لتعظيم الاستفادة المحلية الوطنية، وبالتالي تكون عامل جذب لاستثمارات جديدة إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الحالية في القطاعات المختلفة. بناء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد طبعاً يتبعه لائحتين، اللائحة التنفيذية اللي أصدرها معالي وزير المالية، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي، لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت المتوسطة والصغيرة والشركات المدرجة، وجميعها كل واحدة من هالثلاث مجالات طبعا تستهدف تنمية هذه القطاعات. طبعا لم يكن للهيئة أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم من وضع قاعدة صلبة وقوية جدا لعملها لولا تعاون جميع الجهات الحكومية بما فيها وزارة المالية طبعا كلاعب رئيسي في هذا الموضوع. القرارات اللي تتخذها الهيئة تتخذها بالتركيز وبالاتفاق مع مركز كفاءة الإنفاق، وإحنا نعرف يعني أنه اليوم ميزانية 2020 تركز بشكل أساسي على كفاءة الإنفاق وتمكين القطاع الخاص، وبالتالي ستلعب دور أساسي الهيئة في عملية تمكين القطاع الخاص من خلال إعطاء فرص أكبر، إعطاء الأفضلية، وضع الضوابط، وهناك عدة آليات في الواقع ستتبعها الهيئة في ذلك. نعم، وين التكامل بينكم بين القطاع الخاص والقطاع العام في التشريعات، القوانين، الأنظمة؟ في الواقع يعني تستهدف الهيئة ثلاث فئات. الفئة الأولى طبعا اللي هي الفئة الأساسية اللي هي المشتريات الحكومية، والمشتريات الحكومية اللي هي أنفاق الدولة في المملكة العربية السعودية، وهذه بالتحديد طبعا بالإمكان من خلال
اللائحة، إذا نظرنا إلى لائحة التفضيل اللي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء من فترة قصيرة، تعطي أولوية للمحتوى المحلي في جميع المشتريات الحكومية والتعاقدات الحكومية. الآن هذا مسار، لكن المسار الثاني كذلك مع الشركات الكبرى. أحد المبادرات في الواقع السريعة للهيئة كان إنشاء شراكة اللي هي شراكات المحتوى المحلي مع الشركات الكبرى في المملكة، وعلى سبيل المثال يشمل هالشراكات تشمل أرامكو، سابك، معادن، شركة الاتصالات السعودية، الخطوط السعودية، ومجلس الغرف. مجلس الغرف بحكم أنه هو المظلة للقطاع الخاص، وبالتالي في تنسيق مستمر وكبير مع القطاع الخاص في 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 هذا المجال. كذلك أوجدنا مجلس تنسيقي ما بين هذه القطاعات كلها، اللي يحضر فيه هو الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات، وبالتالي يعطيه القوة، إضافة إلى عملية توحيد المعطيات ما بين هذه الجهات كلها لتتبع نفس المنهجية بالنسبة للمحتوى المحلي، سواء كانت منهجية القياس أو منهجية التعامل مع المحتوى المحلي. طبعا الناحية الثالثة كذلك اللي نستهدفها هي الجمهور بصفة عامة، يعني لابد أن نرفع مستوى الوعي بالمنتج المحلي وجودته على جميع الأصعدة، بحيث أنه حتى أنا كشخص عندي خيار أني أشتري، أفضل أني أشتري المحتوى المحلي. وإحنا نشوف هذه عامل مهم في كثير من دول العالم في الواقع يعتز بمنتجه الوطني، ولا بد أن نوجد هذا هذه الرغبة لدى الجميع بأن يكون معتز بالمنتج الوطني ويكون له الأولوية والأفضلية حتى في شرائنا الشخصي في الأشياء المختلفة. نعم، أنت تكلمت عن المنشآت كبيرة، يعني أستاذ صالح موجود بيزعل، يعني ما تحدث عن منشآت متوسطة وصغيرة تدعمها الهيئة. أستاذ صالح، وين أبرز البرامج والمبادرات اللي قدمتها المنشآت اللي ترأسها أنت طبعا للقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أيضا؟ حياكم الله جميعا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعيد جدا بتواجدي معكم بهذه المناسبة الكبيرة، ميزانية تريليونية مركزة كثيرا على تنمية المملكة العربية السعودية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. حقيقة متفائلين جدا بما أعلن اليوم من أرقام، متفائلين في تنمية مستدامة بإذن الله لهذا البلد المعطاء. في منشآت نركز على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق نموها وأيضا مساعدتها على المنافسة. تنمو هذه المنشآت بطريقة صحية وأيضا بطريقة مستدامة، وأيضا تستطيع اليوم أنها تنافس عن طريق ثلاث محددات رئيسية. الأول هو سهولة ممارسة أعمالها، الثاني هو إمكانية وصولها للأسواق، والثالث هو إمكانية حصولها على التمويل اللازم. في سهولة ممارسة الأعمال أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات اللي اليوم نقلت المملكة وجعلتها في عام 2019 أكثر دولة تقدماً في ممارسة الأعمال، وصلنا لمرحلة 62 مقارنة بما كنا عليه العام الماضي في المرتبة 92. أطلقت خلال الفترة الماضية مبادرات عدة، من أهمها منصة خاصة لميراس وهي بدء النشاط التجاري. في ضغطة زر واحد تستطيع التسجيل في أكثر من 6 جهات حكومية وتحصل على التراخيص اللازمة. كذلك أطلق خلال الفترة الماضية استرداد الرسوم الحكومية، بحيث أنك تستطيع اليوم في بدء النشاط التجاري تبدأ أعمالك التجارية. نجحنا خلال هذا العام الحمد لله بتحقيق نسبة منشآت جديدة أكثر من 13.7% منشآت صغيرة متوسطة، وصلنا إلى 551,000 منشأة صغيرة متوسطة مقارنة ب 3200 عدد المنشآت الكبيرة. بالنسبة للوصول للأسواق، يمكن ذكر معالي الدكتور غسان من أهم محفزات اليوم منشآت صغيرة متوسطة هو نظام المشتريات الجديد، هو أيضا نظام اعتماد الموجود اليوم ساعد المشتري الأول اللي هي الحكومة، ساعد هذه المنشآت لتصل لهذا النظام. الحمد لله تم تحقيق بالتعاون مع زملائنا في وزارة المالية وكذلك مركز تحقيق كفاءة الأنفاق وصول 25% من مشتريات الحكومة اليوم هي للمنشآت الصغيرة المتوسطة مقارنة في 15% خلال العام الماضي. كذلك أطلقت العديد من الأنظمة، مثال نظام الامتياز التجاري وأيضا مركز الامتياز التجاري ليساعد هذه المنشآت للتوسع.
كذلك اليوم احنا في الديجيتال ايج، الان تحرك هذه المنشآت في التوجه للتجارة الإلكترونية وعديد من المبادرات اللي ساعدت هذه المنشآت بوجود نظام خاص للتجارة الإلكترونية، سواء كان في قطاع التجزئة او ايضا قطاع الخدمات. واليوم الديستربشن والانوفيشن كبير الحمد لله من شبابنا السعوديين في هذا القطاع. اخيرا وليس اخرا هو وصول هذه المنشآت للتمويل، فاطلق خلال الفترة الماضية تعزيز لبرنامج كفالة بحجم 1.6 مليار، استطاع البرنامج اقراض اكثر من 7 مليار خلال هذا العام بنسبة نمو اكثر من 100% في العام الماضي. كذلك مبادرة خاصة للإقراض الغير مباشر بالتعاون مع شركائنا من الشركات التمويلية، وكذلك أطلق شركة خاصة لأول مرة يمكن على مستوى منطقة الخليج تعنى في التمويل الرأسمالي، الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وهي تنشئ بنتشر كابيتال فاندز، أنشئ عن طريقها أكثر من 15 صندوق استثماري وتم الاستثمار بأكثر من 25 شركة ناشئة، وتم الالتزام بأكثر من 1 مليار ريال من حجم صندوق يبلغ 2.8 مليار. حقيقة أنا متفائل جدا بهذه المبادرات، هي بداية الآن لها. قصص النجاح الحمد لله كثيرة، أواجه كثير من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة المتوسطة خصوصا في القطاعات المستهدفة الجديدة، اليوم نجد لها مساحة كبيرة لهذه المنشآت أنها تتحرك بإذن الله مثل ما ذكرت في بداية حديثي أنها تنمو بإذن الله تنافس في تحديات جديدة واقتصاد قائم على المعرفة. نعم أستاذ صالح، تتكلم عن أرقام كبيرة مليارية تحرك هذه الشركات، ممكن تضعنا إضاءة ما المقصود بالشركات الصغيرة والمتوسطة تحديدا في منشآت؟ جميل جدا. تعريف المنشآت الصغيرة المتوسطة في أكثر دول العالم هي تشكل 99%، عندنا في السعودية تشكل 99.7% من المنشآت هي صغيرة والمتوسطة. تعريفها ببساطة أي منشأة إيراداتها 200 مليون وعدد موظفينها أقل من 250 موظف هي منشأة متوسطة، أي منشأة إيراداتها 40 مليون وعدد موظفينها أقل من 50 موظف هي منشأة صغيرة، أي منشأة إيراداتها أقل من 3 مليون وعدد موظفينها 5 موظفين هي منشأة متناهية الصغر. ولدينا برامج مختلفة على حجم هذه المنشآت وأيضاً على العمر الخاص لهذه المنشآت. المنشآت الناشئة يتم معالجة بطريقة مختلفة عن المنشآت القائمة. المنشآت القائمة اللي تساهم في قطاعات محورية وأساسية يتم معالجة بطريقة مختلفة عن القطاعات الأخرى. شكراً لك أستاذ صالح. سمو الأميرة هيفاء، مؤخراً السعودية فتحت أبوابها للسياحة، شرعت كثير من النظم والقوانين فيما يخص ذلك، هل لديكم أنتم في هيئة السياحة قياس للأثر الاجتماعي، الأثر الاقتصادي الناتج عن ذلك؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أبارك للجميع الميزانية، ميزانية 2020. الناس كلها تسأل، تقول السعودية فتحت أبوابها للعالم زي ما تفضلت، ويسألون إيش تتوقعون أثر هذا علينا. أنا الحمد لله اليوم قاعدة قدامكم ما أقول لكم إيش أتوقع أثر هذا عليكم، أقدر أقول لكم الأثر اللي شفناه والأثر اللي ملموس. إحنا في خلال السنة الماضية إحنا شهدنا السياحة الداخلية والمحلية من خلال المواسم إيش نتج عنها. أقل موسم شهد 2 مليون زائر، أقل موسم، ونتج عن المواسم اللي فاتت 50,000 وظيفة موسمية شهدناها. هذه غير أنه شفنا أنه إنفاق السعوديين في خلال السنة الماضية بس في الثلاث أرباع الأولى من 2019 زادت بنسبة 12% على قطاع الترفيه بس في الثلاث أرباع الأولى من السنة. فإحنا لما نتكلم هذا على السياحة المحلية، لما نجي نتكلم على السياحة الوافدة من الخارج، إحنا فتحنا أبوابنا في 27 سبتمبر، احنا نتكلم هذا 65 يوم. في 65 يوم اللي مضت احنا شهدنا تقريبا 190,000 الى اليوم عندنا تأشيرة طلعناها، تأشيرة زيارة عبر موقع الانترنت او عبر المنافذ عند الوصول، ومن هذول 115,000 شخص تم زار السعودية في خلال 65 يوم فقط. هذا انت لما تتكلم عن الجانب
الاقتصادي، الأثر الاقتصادي الواضح اللي شفناه في خلال أشهر مضت، وإحنا خلال 7 أشهر فقط قدرنا نطلق أفضل وأقوى منصة لتأشيرة الزيارة من بلاد العالم البقية. 3/4 بلاد العالم اليوم ما حتى عندها منصة لتأشيرة الزيارة، وإحنا قدرنا نطلقها الحمد لله. فمن ناحية لما إحنا نتكلم عموما كقطاع السياحة، قطاع السياحة ينمو بصفة أقوى من الاقتصاد العالمي في خلال الـ10 سنوات الماضية، تنمو على 3.9%، بينما الاقتصاد العالمي ينمو 3.5%. فأعلى، وهذا إحنا لسه ما فتحنا أبوابنا. وإحنا لما نجي ننظر للناحية وللجانب الآخر اللي هو الجانب الاجتماعي اللي هو الجانب الأهم، إحنا لما نفتح بلادنا إحنا نخلق وظائف جديدة. إحنا شفنا 50,000 وظيفة بس موسمية في خلال السنة اللي مضت. إحنا نشوف استثمار نقدر نستقطبه. إحنا لما نحكي عن الاستثمار، بس لما رحنا قلنا للعالم سواء كان المستثمر المحلي أو المستثمر الدولي، قلنا لهم حنفتح أبوابنا، وهذه هي الإصلاحات التشريعية اللي إحنا حنسويها، وهذه هي التشريعات الجديدة اللي إحنا قمنا بعملها. شهدنا مبلغ 100 مليار ريال استثمار مذكرات تفاهم من القطاع الخاص فقط، لأنه المهم ذكره أن في قطاع السياحة عالمياً اللي يقوده القطاع الخاص، فإحنا ما اشتغلنا لحالنا، إحنا قعدنا مع القطاع الخاص اشتغلنا معهم لهم، قلنا لهم إحنا جهة تشريعية فقط، أنتوا المنفذين. فإحنا قعدنا وقمنا بورش عمل وقمنا بمنتديات صناع السياحة مع القطاع الخاص عشان نعرف إيش هي المشاكل اللي يواجهونها وإيش الإصلاحات اللي إحنا لازم نعملها. وبناء على ذلك خلال الأسبوعين الجاية في نهاية هذا الشهر حنشوف حنبدأ ونطلق الفترة التجريبية لتطوير برنامج التراخيص لقطاع الإيواء في المملكة. هذا بالنسبة للأشياء اللي شهدناها إلى اليوم. طبعاً أنت لما تتكلم على الأشياء الجاية وبالذات من الناحية الاجتماعية، منظمة السفر والسياحة العالمية في تقريرها الأخير قالت أنه الوظائف العالمية اللي تولد واحدة من كل 5 وظائف في قطاع السياحة، وإحنا اليوم نبدأ من خط أساس 626,000 شخص يعمل في قطاع السياحة في السعودية. هذا احنا كنا لسه ما كنا بادئين وفاتحين ابوابنا للعالم. فالوظائف اللي متوقعينها اكبر بكثير، واحنا نعمل مع القطاع الخاص للتدريب والاعمال والخطط خطه الراس المال البشريه عشان نتاكد انه حتى اللي يشتغلوا في هذا القطاع يكونون على جاهزيه تامه. وعلى هذا الموضوع احنا اشتغلنا ودربنا الى اليوم 20,000 موظف في الخط الامامي لتجربة الزائر من مطارات لفنادق لغيرها، وليتم العمل أكثر وأكثر في هذا المجال. شكراً سمو الأميرة. أستاذ عمر الماضي، هناك عوامل كثيرة طبعاً في الاقتصاد الكلي لها دور محوري في تنشيط المحرك الاقتصادي، مثل الخصخصة، مثل المحتوى المحلي تحدثنا عنه قبل قليل. أنتم كقطاع خاص كيف تنظرون لهالعوامل؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم جميعا. طبعا لما ننظر للاقتصاد في المملكة وفي أي دولة، في الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. الاقتصاد الكلي هو اللي تحرص الدولة على تنشيطه من خلال مبادرات مثل ما تفضلت، مثل ما تفضل معالي الدكتور وسعادة المهندس سمو الأميرة، برنامج الخصخصة، برامج التمويل المختلفة اللي موجودة للقطاع الخاص وللمبادرات المختلفة، برنامج المحتوى المحلي إلى آخره. لكن الإشكالية تكمن أو الفرصة موجودة في موائمة المبادرات هذه مع احتياجات القطاع الخاص اللي تظهر في الاقتصاد الجزئي اللي هو المايكرو إيكونومي وليس الماكرو إيكونومي. والموائمة لازم تتم بالنظر إلى آلية اتخاذ القرار الاستثماري من جهة القطاع الخاص. رأس المال كيف يتم استثماره؟ وش القرارات المهمة؟ وش العوامل المهمة في الاستثمار؟ والقطاع الخاص في معظم الدول، والمملكة لا تختلف عن معظم الدول، يبحث عن
بيئة تشريعية مستقرة، فإن التشريعات والتنظيمات لا تتغير كل فترة أخرى، لأنه نتكلم عن مئات الملايين ومليارات من الريالات اللي تصرف كاستثمار، وبالتالي العائد لازم يكون موجود من أجل تنشيط الاستثمار. الشيء الثاني، القطاع الخاص يبحث عن الوصول إلى المشتري وللسوق وللقوة الشرائية، والمملكة ولله الحمد عندها طاقة اقتصادية ضخمة. برامج مثل ما تفضل فيها معالي الدكتور، المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالنظر إلى طبيعة اقتصادنا حيث الحكومة هي المشتري الأكبر، فإيجاد البرنامج هذا اللي ينظم العملية الشرائية ويعطي فرصة للقطاع الخاص المساهمة بمنتجاته جدا مهم، سواء للقطاع الخاص السعودي أو للمستثمر الأجنبي القادم للمملكة. القطاع الخاص أيضا يبحث عن آلية لعدم إيجاد تذبذب في قاعدة التكلفة الموجودة، فإنه يقدر يعرف تكلفته ما راح تتغير بشكل ضخم خلال فترة بسيطة. وطبعا يبحث عن أمور أخرى، منها الحلول التمويلية، ومنها طبعا عنصر مهم جدا وتتطرق له إحدى البرامج في الرؤية اللي هو العامل البشري. القطاع الخاص يحتاج إلى كفاءات تملك المهارة لملء الفراغ ولعمل اللازم، أو إذا غير موجود محلياً القدرة على استيراد القدرات هذه. فهذه العوامل الرئيسية اللي يرتكز عليها صناعة القرار من ناحية كيف أستثمر رأس المال الخاص بي كقطاع خاص. فكوننا نوائم في خلق المبادرات والحوافز والممكنات على المستوى الكلي من خلال المبادرة هذه، مع معرفتنا باحتياجات القطاع الخاص، هذه إن شاء الله أنها تشكل نواة لخلق شيء ممتاز. طبعا تأتي معها تحديات، لكن تأتي معها فرص، وإن شاء الله أننا قادرين على تصدي للتحديات وخلق الفرص بإذن الله. نعم، شكرا لك أستاذ عمر. مع الأستاذ غسان مرة أخرى، ما هو دور هيئة المحتوى المحلي على مستوى تحقيق المواءمة بين مستهدفات رؤية السعودية 2030، تحديدا لجهة رفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، توفير أيضا فرص للقطاع الخاص اللي تحدثت عن أهميته قبل قليل؟ يعني طبعا نقاط جدا مهمة، بس بداية اسمح لي أني أشرح ناحيتين. الناحية الأولى هي الفرق ما بين المنتج المحلي والمحتوى المحلي، لأنه في كثير من اللبس اللي يصير على مسألة المنتج والمحتوى المحلي. المنتج المحلي هو أي منتج يتم إنتاجه في المملكة العربية السعودية، ولكن حجم المحتوى المحلي فيه يختلف من منتج إلى آخر، فكل ما تعمقنا في المنتج كل ما زاد المنتج المحلي بشكل أكبر، وبالتحديد اللي أقصد في ذلك الكوادر البشرية اللي عملت على إنتاج هذا المنتج. كل ما يعني زدنا من عملية التوطين كل ما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي. المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج كل ما كان في تكامل ما بين الصناعات المحلية كل ما زادت نسبة المحتوى المحلي. حجم الاستثمارات الكبير اللي يتم في القطاع الصناعي، يعني أصحاب المعالي ومعالي وزير الصناعة تحدث عن استثمارات طويلة الأجل في الصناعة، ودائما يعني الاستثمارات اللي من هالنوع يكون فيها نوع من الحذر، ولكن إذا شفت أنه لها أفضلية وتعطيك ميزة تنافسية حتكون استثمارات جاذبة جدا. في هالحالة بتكون استثمارات في الواقع يعني لها أفضلية وترفع من الميزة التنافسية للمصانع المحلية، كذلك سوف تجذب الاستثمار الأجنبي إذا عرف أنه تبي تعطيه ميزة تنافسية أكبر في الحصول على التعاقدات المختلفة. هذا يعني ما بين المنتج المحلي والمحتوى المحلي. ولكن اللائحة التفضيلية أجابت على الناحيتين كلها. الناحية الأولى هي بالنسبة للمنتج الوطني، أعطت أفضلية للمنتج الوطني بمقدار 10%، ويجوز أن تزيد هذه النسبة بالاتفاق مع مركز كفاءة الإنفاق في حالات نادرة. في حالات نادرة قد تكون هناك صناعات استراتيجية نرغب في التوسع فيها إلى آخره. ولكن كذلك أصدرت الهيئة بالاتفاق مع مركز كفاءة الإنفاق على آلية ما يدخل من المنتجات في اللائحة الإلزامية، أصدرت لائحة إلزامية بحيث أنه لا يجوز من خلال التعاقدات الحكومية أن تذهب إلى غير المنتج الوطني في هذه المنتجات، وفيها تشمل على تقريباً 100 صنف في هذه اللائحة الإلزامية. الآن بالنسبة للمحتوى المحلي بالتحديد كذلك هناك آليتين أخرى. الآلية الأولى هي آلية المفاضلة. طبعاً نعرف أنه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أحد أهم ميزاته هي الشفافية والأتمتة
والعدالة في عملية إعطاء العقود. وبالتالي يعني من خلال منصة الاعتماد بإمكانك يعني معرفة تفاصيل الموضوع بالكامل. عملية المفاضلة ما بين العطاءات في المنافسات الحكومية ستعتمد على ناحيتين، ناحية مالية وناحية المحتوى المحلي، وبالتالي المحتوى المحلي سيلعب دور كبير في عملية ترسية العطاءات، وقبلها بيكون في مرحلة اللي هي التحليل الفني قبل فتح العطاءات المالية. مرحلة التحليل الفني كذلك بالنسبة للعقود الكبيرة سيتم تحديد نسبة دنيا للمحتوى المحلي فيها، بحيث أن اللي ما يفي بالمتطلب من النسبة الدنيا للمحتوى المحلي يستبعد عطاءه قبل فتح العطاءات المالية، وبالتالي تعطي فرصة كبيرة جدا لمن ينتج في 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 أرض الوطن على جميع المجالات، وليس فقط في الصناعة ولكن حتى في المجالات الخدمية في المجالات المختلفة. هذه طبعا نواحي مهمة في المفاضلة، ترفع من التنافسية للمنتج الوطني، إضافة إلى أنها تتم بالتركيز على جانب كفاءة الإنفاق، حيث أن جميع هذه الأمور تتم بالاتفاق مع مركز كفاءة الإنفاق بالتأكد من أن الأمور هذه طبعاً الإنفاق يتم بشكل سليم في المجالات المختلفة. الآن وش النتائج من هالموضوع هذا؟ إضافة إلى النتائج اللي تجي على الاقتصاد الكلي، على الناتج الإجمالي المحلي الغير نفطي طبعاً بطبيعة الحال، لأنه نسعى إلى تنمية هذا الجانب. عمليات التوظيف طبعاً وتوظيف المواطنين والمواطنات بدون شك ستخلق فرص كبيرة جداً، لأن إذا رأينا يعني عمليات التفضيل اللي ستتم، هذه ستدفع الجهات الإنتاجية المحلية إلى التوسع في طاقاتها، وبالتالي التوسع في الكوادر البشرية. التوسع في الكوادر البشرية كذلك سيكون هناك تركيز على العنصر البشري المحلي، لأنه يعطيك ميزة تنافسية في هالحالة، كل ما خف كل ما قلت النسبة، وبالتالي قد يتغلب عليك غيرك، وبالتالي بيكون فيه منافسة شديدة لرفع هذا العنصر اللي هو العنصر البشري الوطني في المنافسات المختلفة. نعم، أنا بأكد على نقطة مهمة ذكرتها أنت، اليوم في العطاءات التحليل الفني يسبق التحليل المالي، يعني المعادلة اختلفت بكل تأكيد، ولا يفتح التحليل المالي إلا بعد ما أنك تتجاوز التحليل الفني. ولكن نقطة مهمة جداً وأحب أكد عليها، أنه من خلال هالعوامل كلها سواء كانت هيئة المحتوى المحلي أو جميع ما نشاهده اليوم من يعني تعديل في الإجراءات لخلق بيئة محفزة للاستثمارات في على جميع الأصعدة، اللي نأمل من صناعاتنا المحلية كذلك أنه ترفع من كفاءات الإنتاج لديها لتتمكن كذلك من التصدير، بحيث أنه ما تصبح معتمدة اعتماد كامل على الأسواق المحلية، وسنساعد في ذلك، وهناك برامج متعددة في الواقع اللي تساعد في عمليات التصدير في المجالات المختلفة. نعم، شكرا لك مع الأستاذ غسان. أستاذ صالح الرشيد، أنت تحدثت قبل قليل عن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذا ما خانتني الذاكرة تتحدث عن أكثر من 500,000. السؤال المهم جدا، كم تمويل هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهل هو تمويل مباشر من قبل منشآت أم تكامل مع شركاء آخرين؟ سؤال جدا ممتاز ومهم. الحلول التمويلية اليوم للمنشآت الصغيرة المتوسطة مختلفة، سواء كانت حلول تمويلية إقراضية أو حلول تمويلية رأسمالية. مثل ما نعرف اليوم المؤسسة النقد مشكورة بالعمل مع البنوك وأيضا شركات التمويل، عملنا معهم على مبادرات مختلفة، سواء في برنامج كفالة وتعزيزة أو سواء عن طريق الإقراض غير مباشر مع الشركات التمويلية. كذلك عملنا مع زملائنا في هيئة السوق المالية CMA على مراجعة بعض التشريعات الخاصة في الاستثمار الجريء، وأيضا المستثمر الانجل انفسترز اللي هو المستثمر الملائكي زي ما يعرب، على إنشاء حلول اليوم تقدم لهذه المنشآت الصغيرة المتوسطة، وأيضا دخولها في الأسواق اللي هي في السوق المالية السعودي، سوق تداول، كيف أننا نقدر نحط الإكزيت سايكل لكل عمل. أنا ما أعتقد أن اليوم وصلنا الحلول متكاملة جدا، لكن أعتقد أن احنا متجهين جدا للاتجاه الصحيح، سواء في الانجل في الايرلي ستيجز اللي هي في السيد والبري سيد والافتر سيد فند. اليوم في حلول جدا ممتازة ومختلفة، والسوق الحمد لله قاعد يستجيب لمثل هذه الحلول. وصلنا للتمويل في التمويل الإقراضي لأكثر من 115 مليار، سواء من البنوك
أو الشركات التمويلية اتجهت للمنشآت الصغيرة المتوسطة بنسبة تعادل تقريباً 6.5%، ومتوقعين إن شاء الله نحقق مستهدف الرؤية المملكة 2030 اللي حطت الرؤية 20%، وإن شاء الله راح نحقق هذا المستهدف قبل التاريخ المحدد، لأني فعلاً الحمد لله قاعد أشوف استجابة جداً ممتازة من الجهات التمويلية. كذلك نعمل على شركائنا من القطاع الخاص اليوم لإيجاد حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. أنتقل بس من التمويل للتحديات الأساسية، يمكن لو نجي للتحديات الأساسية تواجه تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يكون التحدي الأول هو التمويل. التحدي الأول لهذه المنشآت هو وصولها للأسواق، التحدي الثاني لها هو سهولة ممارسة أعمالها، بعدين يجي موضوع التمويل. لكن احنا نعمل على كافة الأصعدة أن نجهز هذه المنشآت للحصول على التمويل المناسب، وأيضا تهيئة البيئة الاستثمارية لهذه المنشآت أنها تقدر تتوسع وتقدر تنمو بإذن الله في المستقبل. نعم سمو الأميرة، من ضمن المستهدفات في القطاع السياسي أو عفوا السياحي 100 مليون زيارة، السؤال الكبير جدا، ما مدى جاهزية قطاع السياحة في السعودية لاستيعاب مثل هذا الرقم وإمكانية تحقيقه؟ طيب أرجوك، إحنا نتكلم في السياحة وليس في السياسة. نعم بعدين. إحنا لما نتكلم في نقاط مهمة، أولاً إحنا لما نتكلم على 100 مليون زيارة في عام 2030، إحنا نتكلم على مجموع عدد الزيارات، سواء كانت الزيارة الداخلية أو الزيارة المحلية أو الزيارة الخارجية، فهذا مجموع الزيارات وليست فقط الزيارات اللي من الخارج. هذه نقطة مهمة جداً. الشيء الثاني اللي هو الأهم، أنه إحنا لا نبدأ من خط أساس صفر. إحنا اليوم البلد قبل تأشيرة الزيارة وقبل ما نفتح بلادنا وقبل المواسم وقبل كل هذا، في عام 2018 إحنا بدينا من خط أساس 41 مليون. ليش 41 مليون؟ من وين 41 مليون؟ إحنا طول عمرنا عندنا الحج والعمرة، عندنا الزيارة لغرض عمل، زيارة الأهل والأقارب، فإحنا عندنا خط أساس وعندنا خط أساس قوي، إحنا لا نبدأ من الصفر. إحنا بس فتحنا أبوابنا شفنا 200 ألف في 65 يوم طلب تأشيرة. فمن ناحية الأرقام، الأرقام واقعية جداً وتم دراستها بشكل مفصل. من ناحية استعداداتنا، هل إحنا اليوم على أتم استعداد في كل مناطق المملكة؟ أكيد لا، ما في أي بلد في العالم على جاهزية تامة لاستقطاب الزوار في كل أنحائها. لكن أنا اتطرقت لناحية بسيطة من ناحية استعداداتنا، إحنا إيش قاعدين نسوي؟ إحنا اليوم دربنا 20 ألف من الخط الأمامي وقاعدين ندرب أكثر وأكثر. إحنا اليوم نشوف في نشتغل نعمل مع هيئة النقل، غيرنا في 2500 سيارة أجرة اللي نجدها أمام المطارات من ناحية المستوى حقتها والقدمة وحتى المظهر حقها، أو عشان يكون أسهل للزائر اللي جاي من الخارج إنه يوصل. إحنا اليوم عندنا حصرنا كل أصول المملكة بكل أنحائها، سواء من محميات، سواء من أصول اصطناعية، سواء من مواقع أثرية، وجدنا عندنا 10,000 وزيادة من الأصول عندنا في المملكة. وتم تقييم هذه الأصول من ناحية، تقييمها من ناحية الوصول إليها، من ناحية الخدمات التي توجد فيها، من ناحية مستوى الخدمات وليست فقط كمية الخدمات، من ناحية الإيواء المتواجد فيها، من ناحية حتى المطاعم، والأهم من ناحية أمنية. اليوم السعودية من أأمن دول العالم بناء على القياس العالمية وليس على القياس حقنا، وعندنا 10 مليون اليوم ساكنين في السعودية بكل أريحية وأمن وأمان الحمد لله. فبعد ما حصرناها طلعنا بأربع وجهات سياحية، أربع وجهات سياحية جاهزة فيها 15 موقع. هذه الموقع على استعداد تام، وإحنا يتم الآن ننقل هذه المواقع ما هي وكيفية وصولها بكل شفافية للمستثمر، واشتغلنا مع المستثمرين على إيجاد الفجوات في سلسلة القيم والأشياء اللي لازم نشتغل عليها، ومع الزائر على إيش المواقع اللي ممكن يوصلها، كيف ممكن يتواصل معنا، كيف ممكن يتواصل مع الجهات. ولما أنا أتكلم على استعدادات وجاهزية المملكة، أنا حاطي مثال جدا بسيط، أنا عندي أقوى مقوم
سياحي اليوم، عندي الشعب السعودي، الشعب السعودي الشعب المعروف عالميا بالشعب المضياف، هذا الشعب المعروف بالكرم والحفاوة والمضياف. فإحنا اليوم لما أنت تشتغل مع هذا الشعب، أنا حاطيكم مثال بسيط عليه. السنة اللي فاتت كنا قاعدين نشتغل كثير على أساس جذب بعض هذه، سواء كانت إحنا شفنا أكبر فعاليات ترفيهية وعالمية هنا في المملكة العربية السعودية. كيف قدرنا نستقطبهم؟ ليست فقط بالاستثمارات وغيرها، إحنا قدرنا نستقطبهم. وطلع الملاكم في السبت الماضي وقال إحنا جينا لما تعرفنا واشتغلنا مع شعبكم، مع ناسكم، لما شفنا الحزم والعزم فيكم وأنكم حتقدروا توصلوا وحتقدروا تعملوا. وإحنا اليوم وين قاعدين؟ قاعدين عندنا موسمين قائمين في الرياض، ما عندنا مشاكل مرورية، ما عندنا مشاكل أمنية، ما عندنا، ونشوف الحمد لله أكبر نافورة راقصة، أكبر فعاليات غنائية، أكبر فعاليات رياضية عالمية موجودة اليوم في نهاية عطلة واحدة وجدناها على يوم مدار يومين موجودة هنا. فإحنا مستعدين، إحنا عندنا هذا الشعب، إحنا أكيد مستعدين. شكرا سمو الأميرة. أستاذ عمر، بعد أن استمعت كثير من البرامج من هيئات متعددة، كيف اليوم ترى التكامل بين هذه البرامج تنفذها هذه الهيئات وبين القطاع الخاص واتخاذ القرار الاستثماري على ضوئه؟ طبعا البرامج والمحفزات الموجودة شبه متكاملة من ناحية تغطيتها للاحتياجات، لكن في بعض التحديات اللي موجودة حاليا في، خلنا نقول، في الموائمة بين القطاع الخاص والقطاع العام. والتحدي الأكبر هو قدرة القطاع الخاص على اللحاق بسرعة تحرك الحكومة. لأول مرة في تاريخ مملكتنا على الأقل الحكومة أو القطاع العام قاعد يتحرك في التغييرات وفي الاتجاه إلى الأمام بسرعة بصراحة خارقة. القطاع الخاص قاعد يحاول يتواءم مع السرعة هذه في قدرته على ضخ الأموال والاستثمار، لأن أعتقد شيء طبيعي وبديهي أن قبل ما تستثمر أنك تنظر إلى الوضع وتشوف الحالة الراكدة للوضع، وهذا صاير صعب في الفترة الأخيرة لأنه في تغييرات كثيرة، وهذه أشياء طبيعية مع إعادة الهيكلة اللي حاصلة في القطاع العام، وشيء إيجابي جدا لأنه كان فيه تغييرات مهمة كنا نحتاجها كقطاع عام أو كقطاع خاص. فبالتالي هذا التحدي الأكبر، لكن مع التحدي الكبير هذا نفس التحدي يخلق الكثير من الفرص للقطاع الخاص. أكبر فرصة أعتقد هي إيجاد قطاعات جديدة لم تكن متاحة، سواء كانت متاحة في البلد لكن كانت بحكم الطبيعة التقنية أو المنتج كانت متاحة للمستثمر الأجنبي أكثر من المحلي، أو كانت صناعة استيرادية ومبنية على استيراد المنتج وليس على إيجاده محليا، أو كانت منظومة غير موجودة. يعني منظومة السياحة أعتبرها من المنظومات الجديدة بالنسبة للبلد، كانت موجودة لكن ما كانت موجودة بكفاءة وما كانت معقل للاستثمار في البلد، وكانت مرتكزة على 3-4 مدن في المملكة. الآن توسعت جغرافيا، توسعت من ناحية الفجوات في سلسلة القيمة اللي تم الآن تمكين القطاع الخاص للدخول فيها، ومن الصناعات اللي معروفة عالميا صناعة السياحة، صناعة الخدمات اللوجستية تخلق وظائف نوعية للمواطن، وبالتالي صناعات مهمة. فبالتالي القطاع الخاص عليه مسؤولية أيضا، اللي هي مسؤولية إيجاد طريقة ديناميكية أن يلحق بالركب، وأنه يقدر يستثمر بطريقة سريعة، وأنه يخلق نماذج عمل جديدة، نماذج عمل يمكن ما تحتاج إلى استثمار رأس مالي بقدر ما تحتاج إلى تفعيل التقنية. طبعا معالي وزير الاتصالات تحدث سابقا الديجيتايزيشن، الأتمتة، كل المبادرات هذه اللي تمت تخلق فرص للقطاع الخاص أنه يخفض تكلفته وأنه يقدر يدخل في القطاع بسرعة، وهذا كان شيء ما هو موجود في السابق. فبالتالي في حال قدرة جزء على الأقل من القطاع الخاص أنه يلحق وأنه يصير ديناميكي في آلية اتخاذ القرار، إن شاء الله بيكون في فرص واعدة.
والشيء المهم الثاني اللي لازم يكون موجود هو موائمة في الفكر بين القطاع العام والقطاع الخاص في التوقعات. يا قطاع عام إيش تتوقع بالضبط من القطاع الخاص؟ وين تبدأ مسؤولية القطاع العام؟ وين تنتهي؟ وين تبدأ مسؤولية القطاع الخاص؟ وين تنتهي؟ وهذه ما راح نقدر نحصل عليها إلا عن طريق الشفافية والتواصل المستمر. وأعتقد كل الجهات الحكومية في وضوح في التوجه أنه إدخال القطاع الخاص في القرار في آلية تطوير النظام وتفعيل النظام، وهذا شيء مهم جدا ولله الحمد. جميل، شكرا أستاذ عمر. مع الأستاذ غسان تساؤلات مهمة وشائكة نوعا ما. اليوم ما هي الفئات التي تتمتع بفرص واعدة لتطوير المحتوى المحلي خصوصا في القطاع الخاص؟ يعني اولا بدي اعلق على كلام الاخ عمر بالنسبه للموائمه بين الجهات كلها. اذا ننظر اليوم مثلا الى هيئه المحتوى المحلي بحكم انها ستكون لاعب اساسي في عمليه تشكيل المنظومه، اذا ننظر الى تشكيله مجلس ادارتها اليوم فيها جانبين، جانب حكومي وجانب القطاع الخاص، واخترنا بعنايه الممثلين ليكونوا مؤثرين في عمليه التكامل في المنظومة بشكل عام. الجانب الحكومي فيه ممثلة وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة، الهيئة العامة للصناعات العسكرية ممثلة في مجلس الإدارة كذلك. وبالنسبة للقطاع الخاص رئيس اللجنة الصناعية الوطنية في الواقع ممثل فيها، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال اللي يعملون في قطاعات مختلفة، وبالتالي يعطينا موائمة كاملة مع المنظومة. وهذه ناحية جدا مهمة. سؤالك مرة ثانية، نتكلم عن فئات تتمتع بفرص واعدة في المحتوى المحلي. ركزنا في المرحلة الأولى على القطاع الصناعي، وحتى القطاع الصناعي كذلك ركزنا على عدة نواحي. يعني نعم. بالنسبة للقائمة الإلزامية، طبعا القائمة الإلزامية قائمة مستمرة في التطوير، وبالتالي ستنمو مع الزمن وتتبع يعني كرايتيريا معينة في عملية اختيار المواد اللي تدخل في القائمة الإلزامية. ركزنا في البداية على البناء والتشييد بحكم أنه إنفاق كبير يتم في البناء والتشييد، وهناك مصانع قادرة سواء من ناحية طاقاتها الإنتاجية أو من ناحية الجودة والنوعية على الوفاء بالاحتياج المحلي بشكل كبير، وبالتالي كان البناء والتشييد هو أول مرحلة دخلنا فيها في عملية القائمة الإلزامية. كذلك هناك الآن احنا في مرحلة الدراسات على القطاع الطبي والأدوية، المنتجات الطبية والأدوية، بحيث انه يكون كذلك فيها جزء كبير يتم التركيز عليه. يعني في الواقع ركزنا على القطاعات اللي تمثل الإنفاق الأعلى بما فيها الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية والى اخره. نعم، شكرا استاذ غسان. طبعا انا استاذن ضيوفي الكرام، باقي لي 3 دقائق، ففي كل إجابة دقيقة واحدة. استاذ صالح، يعني من ضمن الأسئلة في المنصة التي وضعتها وزارة المالية، يعني بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكون من تباطؤ صرف دعم وحزم تحفيز، توافق أنت على ذلك؟ جميل، دعوني أوضح شيء مهم وبعدين بإذن الله بنجيب على السؤال هذا. المبادرات الخاصة تحفيز القطاع الخاص اللي أطلقت في الموجة الثانية هي عبارة عن 72 مليار. 72 مليار هذه المستهدفات اللي تم تحقيقها في 2019 الخاصة في المنشآت الصغيرة المتوسطة، ويمكن أيضا الخاصة القطاع الخاص، الحمد لله تم تحقيق كل المستهدفات اللي كانت وضعت. لكن كثير من الناس يعتقد أن المبالغ هذه 72 مليار تنصرف في نفس السنة اللي أطلقت فيها المبادرة. أكثر مبادرات صرفها على مدى 4 سنوات. يعني ذكرنا يمكن بتكلم مبادرات الخاصة في المنشآت الصغيرة المتوسطة، كفالة والإقراض الغير مباشر، جميع المبالغ تم صرفها. لكن مبادرة استرداد الرسوم صرفت تقريبا 800 مليون من أصل 7 مليار حجم المبادرة. صرف هذه المبادرات بناء على الطلب والنمو الاقتصادي بكل تأكيد، لكن اللي أبغى أكد عليه أن لو نشوف الصورة بالإجمال كقطاع خاص، نجد زملائنا في مكتب تحفيز القطاع الخاص يعني حققوا الحمد لله المستهدفات المطلوبة من هذه المبادرات. نعم، سمو الأميرة وأنت طبعا نائبة رئيس الهيئة
لقطاع الاستراتيجية والتخطيط، خلينا نستثمر وجودك هنا. الاستراتيجية الوطنية للسياحة في السعودية تضمنت جملة من المستهدفات فيما يخص وظائف، تحدثت عنها قبل قليل، دخل قومي، بنية تحتية، واستثمارات إلى آخره. هل يمكن أعطانا تفاصيل عن هالمستهدفات في الهيئة السياحة؟ المستهدفات حقتنا، أنت تطرقت أول شيء، هي على ثلاث ركائز. أول شيء عدد الزيارات، ومهم نقول عدد الزيارات وليست عدد الزوار. ب2030 100 مليون تكلمنا فيها. نسبة مساهمة القطاع للناتج المحلي من 3.6% اليوم إلى 10%. والشيء الثالث، مليون وظيفة مباشرة زيادة ب2030. احنا اليوم نبدأ من خط أساس 626 ألف وظيفة، فاحنا ما الحمد لله ما نبدأ من الصفر، واحنا شغالين، واحنا اليوم فتحنا بلدنا وشفنا الإنجازات كثيرة من يوم ما فتحنا في آخر كم شهر فقط. شكرا سمو الأميرة، يبدو أن الوقت انتهى، تساؤلات كثيرة وما لدى الضيوف أكثر. معالي الأستاذ غسان الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، شكرا جزيلا لك. سعادة المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، شكرا جزيلا لك. صاحبة سمو الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الاستراتيجية والتخطيط، شكرا جزيلا لك. سعادة المهندس عمر الماضي كبير المديرين التنفيذيين وعضو مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل الاستثمار، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أصحاب المعالي والسعادة على متابعتكم الكريمة، فمع الله.